الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، مرة أخرى نقول ما زال حديثنا موصولا عن فضيلة الإخلاص، تلك الفضيلة التي تدل على عمق الإيمان وعلى طهارة الوجدان وعلى صفاء النفس وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى مراقبة تامة. نقرأ القرآن الكريم فنجد أن صفة الإخلاص بمعنى أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وجه الله، هذه الصفة على رأس الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ورسله. وصفهم بهذه الصفة الكريمة، ومن ذلك قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا مدح عظيم لهؤلاء الرسل الكرام، لسيدنا إبراهيم ولابنه سيدنا إسحاق ولحفيده سيدنا يعقوب. هذا المدح العظيم ما سببه؟ لأنهم أخلصوا دينهم لله، وأخلصوا عبادتهم لله، وأخلصوا أقوالهم وأعمالهم لله عز وجل. واذكر عبادنا، أيذكر أيها الرسول الكريم، وليذكر معك كل عاقل، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأنبياء الكرام. واذكر عبادنا، وأضافهم سبحانه وتعالى إلى نفسه، إلى ذاته على سبيل التشريف والتكريم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة في دين الله عز وجل وفي نشره، وأصحاب العقول السليمة والأفكار القويمة والقلوب النقية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم، أخلصناهم لعبادتنا، فعاشوا من أجل إعلاء كلمتنا، عاشوا من أجل نصرة الحق، عاشوا من أجل نشر الفضائل، عاشوا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاشوا من أجل خدمة دينهم وخدمة غيرهم من الناس. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني إنا أخلصناهم لعبادتنا وجعلناهم يتذكرون اليوم الآخر وما فيه من ثواب وما فيه من عقاب، فعمروا دنياهم بما ينفعهم في أخراهم. ولذا كان جزاؤهم كما قال عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يعني وإن هؤلاء الأنبياء الكرام إنهم عندنا في جنتنا، لأنهم على رأس من اصطفيناهم لتبليغ رسالتنا ولأداء أمانتنا.
في آية أخرى نجد القرآن الكريم يبين لنا أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا النبي الكريم الذي هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، ذرية بعضها من بعض. سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف نراه يصفه الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، بالإخلاص في طاعة الله عز وجل وفي عبادته وفي مراقبته، وأنه بسبب هذا الإخلاص حماه الله، حماه الله وصانه وأبعده عن كل ما لا يليق. وصدق الله إذ يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي فعلنا ذلك لنصرف عن هذا النبي السوء والفحشاء بعد أن تعرض للفتن وتعرض للدسائس، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما؟ لما؟ إنه من عبادنا المخلصين، يعني إنه من عبادنا الذين أخلصناهم لطاعتنا، أخلصناهم لعبادتنا، أخلصناهم لنشر الفضائل ولخدمة الحق ولإعلاء كلمة الله عز وجل. ومن كان كذلك لا بد أن يصونه الله. ألم يقل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا سيدنا موسى أيضا وهو من نسل سيدنا إبراهيم يصفه الله أيضا بصفة الإخلاص، فيقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا جانب من حديث القرآن عن صفة الإخلاص التي مدح الله بها كثيرا من أنبيائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.